ضربة البداية الشوط الرئيسي، نبذة النبذة، شوط المتأهلات للبكار. الله الله، مشاهدينا الكرام، نقلتنا إلى الصدارة من تحتل المركز الأول، وهنا مزاحمة سعيد بن حمد الخيارين، ولكن المركز الثاني هنا حدث هادي بن سالم القطامي، ولكن الله الضبيع بيد بن علي السناري، وهي المرشحة. نعم نعم نعم، هي المرشحة. نعم من الاخوان في التعليق، الضبي للسيد عبيد بن علي السناري. الله يا عبيد، الله يا ابو علي، يا ابو علي احذر يا اخوي، ما ينفع الصبر يا اخوي يا ابو علي. الله، ولكن 400 متر قوس النصر، المنعطف الاخير مع عبيد بن علي السناري المري. لله درك يا ابو علي. الله، ولكن بدون اي تعليمات، بدون اي اوامر، وبدون اي تنافس. الله الله، ما تندفع وخلاف تتعب، عند النهاية تدعم الباب. اشكرك يا ابو علي على هذا المستوى الذي وصلته الضبي على هذا المستوى المرتفع. تهانينا 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 للسيد الضبي عبيد بن علي السناري المري على اول المراكز. الثانية المراكز حدث عبد الهادي بن سالم للطامي، والمركز الثالث نعتذر بنت دانة المحيط سعود بن سالم الدعباء، وتستاهل الناموس. التيم الزمني الضبي دقيقة و49 ثانية